كابتن شريف، النادي الاهلي يواصل التحدي، تحدي الغيابات، تحدي الاصابات، تحدي الضغوط المباريات اللي هي كل يومين، تحدي عناد اللجنه الثلاثيه. تحدي التعادل، تحدي الهزيمه، تحدي كل حاجه. نفس المفهوم من المباراه السابقه. مطالب منه ان هو مع فريق زي النادي المصري بيختلف اكيد عن فريق انبي، بيملك من عناصر كتير قوي وسرعات، بيملك لياقه بدنيه. لو تشوف فريق مصري تلاقي اكتر اهدافه بتيجي في الشوط الثاني بعد دقيقه 60 كمان. يعني اذا دي فرقه واقفه على رجليها، عندها اطراف كويسه قوي، عندها عمق هجومي، عندهم تحركات، بيسمعوا كلام مدير فني وبينفذوا بالحرف. عندهم خط دفاع قوي جدا، لانه كريم عراقي تاني اقوى خط دفاع بعد الاهلي. اقول لك على حاجه، كريم عراقي ده بيبقى بيلعب باك رايت ومكمل وينج رايت، وبيخش في نص الملعب، خدت بالك؟ وتلاقيه الناحيه الثانيه موجود، عنده من السرعات، وهو مديله تحرر كبير قوي وحريه ان هو يعمل اي حاجه الناحيه اللي هو ناحيته. صحيح. عندنا احنا بقى بالنسبه للنادي الاهلي نفس التشكيل، نفس الظروف اللي احنا بنمر بيها. بنتمنى المفهوم اللي هم اشتغلوا بيه على الشوط الاولاني في مباراه انبي، والاحساس ان هم ما كانش مفروض يكون في هزيمه المباراه اللي قبلها. الاحساس ده احساس البطل، احساس الفوز، لازم يكون فيه يا كابتن ايمن، لازم يكون فيه تحركات للاعب اللي هو على الكوره زي ما حصل من اي حته في الملعب. ان شاء الله انا تحت نص الملعب بلعب الكوره الطويله، بشوف لاعب بيتحرك لي يقدر يروح على الجول، بيجيب جول مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه في اول شوط في مباراه انبي. تمريرات من ناحيه الاطراف، النادي بتعمل مجهود كتير قوي انها تساعد بعض. اذا لو ساعدت بعض وقدرنا ان احنا ندخل في المباراه بكل واحد بيطلع له اثنين ثلاثه ناحيه اليمين، اثنين ثلاثه ناحيه الشمال، بنعوض اي شكل هجومي، ما يخليناش يجي لنا احنا حتى اللياقه البدنيه تقع، او احنا نحس ان احنا تعبانين، او نحس ان احنا تحس الفرقه دي فيها اجهاد. احنا مش عايزين كل الكلام ده الا بمساعده اللعيبه لبعضها، مساعده اللعيبه لبعضها. المره اللي فاتت اكتشفت انا ان هم عندهم تريكات، عندهم شكل زي الفاول اللي تلعب بالعرض. صحيح. وسوليه ينفذ، عندهم شكل فني، عندهم كل واحد عايز يعمل اي حاجه جديده. محمد شريف نفسه اشوفه بقى كره بتجيله بيقدر يسدد، بيقدر ياخد جرأه، كل اللعيبه يكون عندها شكل الوجود في الملعب. ننسى خالص الماتش اللي فات، ننسى اللي قبله، ننسى كل حاجه. النهارده بنقابل فريق بيتحرك كويس قوي. احنا اكيد الجهاز الفني قرا الفريق ده كويس قوي، وشاف الناس دي بتمشي ازاي، بتلعب ازاي، وحط نفس اللعيبه دي في الخطوط مع الدكه كويسه قوي اللي عندك، تقدر تعمل فيها تغييرات، تقدر تعمل اي حاجه. انما احنا دايما بنتفاعل مع فريق النادي الاهلي، وبنتمنى اول 20 دقيقه يكون لنا سبق التهديف باذن الله.